على السلامة يا كابتن. كل سنة وانت طيب يا حاج عثمان. كنت بالصحة والسلامة. تعال الفطار جاهز. لا ما انت عارف العيلة كلها تلاقيها متجمعة فوق. طب خد شوك بريقك. تشكر يا حاج. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ربنا يجعله رمضان كريم ويكرمنا فيه المولى بالنصر. قولوا امين. امين. امين يا رب العالمين. حاكم دعوة الصايم ساعة ما يفطر منها الباب السما على طول. قولوا امين. امين. طب استأذنك انا يا حاج. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ على السلامة. سلام عليكم. وحشتني يا بابا. انت اللي وحشتني يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. سلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يلا لا سلام على طعام. كنت اشرف على حجرك انت ولبين زي ما قالت الحاجة. يا خبر بلال. بلال مين؟ الرقيب بلال يا حاج السواق. يا بلال بلال مش قلت لك اني قلبي حاسس انه جاي؟ انا برضو كنت حاسه ان قلبي مش هيطوع وهيفطر معنا اول يوم رمضان زي بس انا تعالى فين؟ رح اطمن على اشرف. اشرف بقالي 26 يوم ما شفتوش. ربنا يحميك ويحافظ عليك يا شاهين يا ابن حشاي. ايه يا ابني واقف بره ليه؟ لا يعني مالي هتصرف. هتصرف يعني ايه؟ هتقعد من غير فطار؟ لا هروح اكل مع الخدمه اللي في الشارع. خدمه ايه يعني من قله الفطار؟ تعال يا فندم. يا فندم دي في الاشلاء. في الاشلاء حاجه وهنا حاجه. انت هنا ضيف يا بلال وكلنا ضيوف ابوك الحاج عمران. تعال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل يا بلال الاكل هيبرد. بلرجك يا بلال اشرح سمك يا ولدي. اهو الحاج اللي بيعزم عليك بنفسه يا بلال عشان تعرف ان كلنا هنا ضيوفه. بقى صاحب بيت ما دام مد يده معانا في معانا. كابتن شهيد كل الخشب ده جامد قوي. ده مش هتقدر تحاسبه ده على حساب الحكومه. يلا يا شمندي جوام. حاضر يا معلم رحاي. تلافى يا شوش. تشوف كم توب المحله وكم البيضه وتكملهم 50 ويطلع على اسيوط. دلوقت ارحم من بكره بالنهار. الراجل صايم يسافر كيف بالنهار. حاضر يا معلم. يا اسطى. ايوه يا معلم. تستلم وتوصل اسيوط وترجع لي على طول ان شاء الله. حاضر يا معلم. على فين النقله دي يا رحاي؟ اسيوط يا حاج. وتشوف طلعت والزجاجيج هتطلع دلوقتي ان شاء الله. ما تعوقش على حد. الناس عاملة حسابها على قطع كسوة العيد من أول رمضان. حاضر يا حاج. عم عزازي. نعم. جهز لي نقلة الزجاجيج الله يخليك. أنا يا حاضر. تعال يا حاج. حاضر يا حاج. يلا. يلا. اقعد يا ولدي، واقف ليه؟ اقعد. خير إن شاء الله. لو ما كانش خير ما كنتش ندمت عليك يا ولدي. إن شاء الله خير. ربنا يقدرني ويقدرك عليه. صلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كل سنة أستنى أول رمضان ما يهل وأقول أقعد معاك لوحدينا. يجي رمضان ويفوت لا أقعد ولا أقول اللي نفسي فيه. السنة دي ما ضامنش عمري وربنا يعلم هيعود رمضان وأنا حي ولا قابل ربي. ربنا يطول لنا في عمرك يا حاج. ليه بس الكلام دلوقتي؟ طال العمر والله قصر لازم هنقابل الخالق. طالب منك طلب للدنيا وطلب للآخرة. أنت تأمرني يا حاج. رقبتي وروحي ملك يدك. تسلم يا ولدي. أقول لك الأول على طلب الدنيا. تشتري حتة أرض في مكان زين. مصر جديدة، المهندسين، ألف ذراع أقل أكثر. أبنيها 5 أدوار. كل دور على شقة واحدة.
اسكن فيها انا واخواتي مش كده؟ مين اللي قال لك وعرفت كيف؟ صح ولا مش صح؟ امك قالت من قبل ما تقولي. انا عارف نفسك في طول عمرك نفسك نتلم انا واخواتي في بيت واحد مش كده؟ اول دور تسكن فيه انت ولادك وامك قبلهم. انت وهي انت مصدق انك هتسيبنا قريب ولا ايه؟ العمر الطويل لك ان شاء الله. لا الاعمار بيد الله يا ولدي. اسمعني معلش، الناس بتكتب وصيتها في ورق عند محامي وانا بكتب وصيتي على جبينك وبين عينيك. امانه يا ولدي، وانا عارف ان عمرك ما هتفرط في وصيه ابوك. اسمعني يا ولدي، الدور الثاني هيسكن فيه زين العابدين ولده، ولا بعده المنشاو ولده، وفوقه شاهين ويحيى في اخر دور. فرضنا طلعنا رخصه بسبع ثمان ادوار من قاعد فاطمه والحاج عثمان ونفيسه بعد ما تتجوز هي كمان. لا بنات، لا جوز اختك مش اخوك، مش حطيه ولا انت ولا اخواتك. انا مش حاصلي من البنات، عاملهم بيت زي بيتك وبيت اخواتك بس بعيد. وجوز اختك مش حيوافق يسكن في ملك ابو مراته. اللي تشوفه حاج، بس خد بالك انت كده ما فكرتش في اولادنا، هتبني لهم فين هما كمان؟ هتبني لهم انتوا، كل اب يبني لاولاده. لكن انا هبني لك الدور اللي فوق خالص ليك انت والحاج. لا انت هتبني لي جبانه في المنشا جنب جدك. اذا قلت لك طلب للدنيا وطلب للاخره، وصيتي تدفني مع ابوي في البلد. ربنا يطول لنا في عمرك يا حاج. طال ولا قصر، دي وصيتي متعلقة في رقبتك ليوم الدين. طول عمري رامي حمولي على الله وعليك يا ولدي، يد بيدك لما بليت وعليت وربيت اخواتك، خليها للآخر كمان عليك يا ولدي. هذا الحج وصيتك في رقبتي، من بكرة هكلم السمسرة أشوف الأرض وهسافر الصعيد بنفسي عشان ألبي طلبك. بس سكت عليك النبي اللي انت زرته، ما تجيبش السيرة دي تاني. اتفقنا يا حج؟ اتفقنا يا ولدي، ربنا شاهد وكيل.